من الشمال إلى الجنوب إلى منطقة المواصي في رفح. ينضم إلينا من هناك مراسل العربي صالح ناطور، مرحبا بك صالح. بداية، إذا كان هنالك أي تحديث ميداني بشأن الغارات الإسرائيلية، ثم تحدثنا عن أوضاع الذين نزحوا نزوحا متتالي، كيف هي أوضاعهم الإنسانية؟ نعم، ميدانيا محمد، نبدأ من مدينة رفح. القصف المدفعي اشتد في الساعة الماضية في مناطق غرب مدينة رفح، حي تل السلطان ومحيط أو الحي السعودي واحد، وهذا قريبة منه الآليات الإسرائيلية. كذلك منطقة الزعاربة أو حي عائلة زعرب، كذلك هي من المناطق الغربية للمدينة. في هذه المناطق تسمع أيضا أصوات إطلاق نار من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقبل نحو ساعتين كانت هناك طائرة عمودية مروحية إسرائيلية تحلق أيضا في المنطقة، وأطلقت النار أيضا باتجاه إحدى الأهداف في هذه المناطق أو إحدى الأحياء السكنية. الأمر مماثل كذلك في شرق المدينة وفي مركز المدينة، تم إطلاق النار من قبل مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي. عمليات القصف أيضا تطاول المناطق الجنوبية الشرقية، حي السلام وحي البرازيل، رغم مرور أيام على اجتياح هذه الأحياء من قبل الآليات الإسرائيلية، لكن ذلك لم يوقف عمليات القصف. القصف يسبق عملية التوغل وأثناء تمركز القوات، وحتى بعد انسحاب القوات من هذه الأحياء أو إعادة تموضعها وإعادة انتشارها في منطقة أخرى، يكون هناك أيضا قصفا مدفعيا إسرائيليا. الأمر الآخر أن بعض الانفجارات التي تسمع أصواتها هي تشير إلى عمليات تفجير ونسف بعض المنازل والمباني في كثير من هذه الأحياء السكنية، وهنا الخشية أن تكون هذه المناطق بالفعل تم تدميرها كما باقي المناطق التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية وتنسحب منها ويتكشف حجم الدمار في حينه، كما يحدث الآن في منطقة جباليا وفي مخيم جباليا شمال القطاع. في مناطق وسط القطاع، لازالت المناطق الشمالية من وسط القطاع، منطقة الزهراء والمغراقة وكذلك الشمال البريش، تتعرض لإطلاق نار. هذا الأمر توقف على الأقل خلال الساعتين الماضيتين، لكن صباح هذا اليوم حتى تقريبا الساعة الثامنة كان هناك قصف ومدفع وإطلاق نار. هنا نذكر أنه مع ساعات الصباح تكون هناك يعني تكون الأجواء شبه معتمة تقريبا، وهناك ضباب في هذه الساعات، ودائما تقوم القوات بإطلاق النار بشكل عشوائي في محيط تواجد القوات الإسرائيلية، لأنه تكون عملية مراقبة المنطقة التي تواجد فيها الآليات الإسرائيلية صعبة، ولهذا يعمل جيش الاحتلال في كل منطقة تكون فيها هناك الأجواء ضبابية إلى إطلاق النار بشكل عشوائي على المناطق القريبة، وهذا لا شك أنه يحدث أضرار في الأحياء السكنية القريبة، سواء في المحور الجنوبي من منطقة نتساريم كما قلنا في شمال وسط قطاع غزة، نصيرات والمغراقة والزهراء، أو في المحور الشمالي من هذا الموقع، موقع نتساريم، في مناطق حي الزيتون وكذلك جنوب حي تل الهوى وفي شارع 8 وشارع 10 كما تسمى هذه الشوارع في جنوب مدينة غزة. جباليا لا تزال هول الصدمة قائم حتى الآن من الدمار الهائل الذي حل بمخيم جباليا في ظل التدمير الواسع للبنية التحتية والمباني والمدارس والمراكز، وكل شيء في هذا المخيم جاء عليه هذا التوغل الإسرائيلي، ولا تزال عملية التعرف على جثامين الشهداء وعشرات الشهداء مستمرة من قبل الأهالي الذين فقدوا أبنائهم أو أفراد من عائلاتهم طوال هذا الاجتياح، وهناك صعوبة في التعرف على هذه الجثامين لأنه كثير منها متحلل والناس تبحث عن أي علامة في أجساد هذه الجثامين، سواء من ندوب سابقة أو يعني إصابات أو مشابه، أو حتى من الملابس التي بقيت على أجسادهم وقت استشهادهم في منازلهم أو في الشوارع في الطرقات. بيحاول الناس التعرف على عائلاتهم، أفراد عائلاتهم الذين استشهدوا أو فقدوا، وهذا فيه يعني مشاهد قاسية ومؤلمة للكثير من هذه العائلات، وقد لا يجد بعض هذه العائلات أبنائها بسبب
بسبب كثير من هذه الجثامين اختفت إما تحت الركام أو عمليات التجريف أو بسبب تحللها بشكل كامل. وهذا واحد من المشاهد الصعبة والقاسية في طوال هذه الحرب. عمليات البحث عن المفقودين تستمر وقد لا تتوقف حتى مع نهاية هذه الحرب، وقد لا يعثر كثير من العائلات على أبنائهم ولا يكون لهم حتى مقابر لزيارتها فيما بعد. وهذا من مشاهد الإنسانية كما قلنا الصعبة، إلى جانب أيضا تعمق الأزمات الإنسانية المختلفة الآن في عموم قطاع غزة مع استمرار إغلاق المعابر وتقييد دخول المساعدات بشكل كبير وتوقف حتى دخولها من مناطق أو من طرق أخرى كالرصيف البحري، وكذلك عمليات الإنزال الجوي التي هي بالأساس أصلا كانت المساعدات من خلالها ضئيلة جدا. لهذا كثير من الناس الآن يعني لا يحصلوا على أي من هذه المساعدات على مدار الأسابيع الماضية، وحتى في الوقت ذاته لا يستطيعون حتى شراءها لأنه كثير منهم لا يمتلك المال لشراء هذه البضائع وإن توفرت في الأسواق أو في الشوارع العامة التي فيها الكثير الآن من الباعة. وأيضا من يملك حتى المال لا يستطيع الحصول على الأموال بشكل نقدي لأنه هناك أزمة سيولة أيضا جراء عدم قدرة الناس على الحصول على أموالهم المدخرة من البنوك بسبب غياب السيولة شبه كاملة تقريبا في كثير من مناطق قطاع غزة، ولهذا الأمر صعب حقيقة من تلبية احتياجاتهم.